الجزائر اليوم. اشترك الآن. نشرت وزارة التربية المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث ابتدائي متوسط وثانوي. وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريت في تغريدة لها أن المدونة تهدف إلى تخفيف المحفظة وتخفيف من تكلفة الأدوات وعقلنة استعمالها. وجاءت قائمة الأدوات المدرسية كالتالي: المستوى سنة ثالثة ثانوي شعبة لغات أجنبية، المستوى سنة ثالثة ثانوي شعبة آداب وفلسفة، المستوى سنة ثالثة ثانوي شعبة تسيير واقتصاد، المستوى سنة ثالثة ثانوي شعبة تقني رياضي، المستوى سنة ثالثة ثانوي شعبة علوم تجريبية، المستوى سنة ثالثة ثانوي شعبة رياضية، المستوى سنة ثانية ثانوي شعبة لغات أجنبية، المستوى سنة ثانية ثانوي شعبة آداب وفلسفة، المستوى سنة ثانية ثانوي شعبة تسيير واقتصاد، المستوى سنة ثانية ثانوي شعبة تقنية رياضي، المستوى سنة ثانية ثانوي شعبة علوم تجريبية، المستوى سنة ثانية ثانوي شعبة رياضية، المستوى سنة أولى ثانوي جذع مشترك آداب، المستوى سنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، قائمة الأدوات المدرسية لمرحلة التعليم المتوسط. وقائمة الأدوات المدرسية لمرحلة التعليم الابتدائي.